مشاركين من هولندا، مشاركين من إسبانيا والبرتغال، الذين ربما سيعطون تجربة وما وصلت إليه أبحاثهم فيما يتعلق في البحث في الزلازل وكذلك الكوارث الطبيعية في السلسلة العامة. برنامج الندوة هو غني بالمدخلات متعددة التخصصات ومتعددة الحقول المعرفية. حاولنا استضافة مختصين في علم الزلازل ثم وكذلك الجيولوجيا والجغرافيا والقانون وعلم النفس وعلم الاجتماع إلى غير ذلك لتدارس هذا الموضوع ومحاولة تقديم ما توصلت إليه الأبحاث العلمية في هذا الشأن. طبعا تعرفون أن خطر مثل الزلازل لا يمكن مجابهته ولا يمكن تفاديه، ولكن على الأقل أن البحث العلمي يمكن من الوصول إلى بعض الأمور التي تؤدي إلى تخفيف من حجم الكارثة التي يمكن أن يخلفها. نتمنى أن يكون النقاش الذي يلي المداخلات هو نقاش غني، وأن تكون الفائدة عامة، وربما سيكون لنا لقاءات بعد هذا للأبحاث في مخاطر أخرى. كما تعرفون ليس خطر الزلازل وحده هو لهذا المغرب، هناك خطر الفيضانات، خطر الجفاف، خطر التصحر، هناك انزلاق التربة إلى غير ذلك. إذن حان الوقت لتكثيف الجهود العلمية وكذلك لجمع المختصين والباحثين من مختلف الأحشاد العلمية للتدارس في مثل هذه المواضيع وتقديم آخر ما توصلت إليه حتى الأبحاث التكنولوجية في ذلك لتخفيف ومجابهة هذه المخاطر الطبيعية أو على الأقل التأقلم معها. شكرا لك، صراحة رائع.